ما هي رسالتكم من رسالتنا احنا اهل الارض يمنعونا من اوكي بين جموع المحتجين قامت بدفعنا ولكن نحن نواصل هذه التغطية عبر شاشة تلفزيون فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج مراسلونا في الميدان لهذا اليوم الذي نتابعه من خلال مراسلينا في المحافظات الشمالية والجنوبية لأبرز الأحداث لهذا اليوم. نرحب بمراسلينا الذين ينضمون معنا من قطاع غزة إسلام الزعنون، ومعنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، من طوباس أمير شاهين، ومن جنين أحمد نزال. أهلا بكم جميعا. نبدأ من جنين مع أحمد نزال. يعني اليوم أحمد، بالنسبة لآخر الأحداث في المحافظة لما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في بلدة برقين والقرى المحيطة بها، وأيضا تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد لمثواه الأخير. نعم، قبل أقل من ساعة من الآن انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد من أمام مشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في المدينة، وصولا إلى بيت عائلة الشهيد هنا في الحارة الشرقية في مدينة جنين، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمان الشهيد. آلاف المواطنين خرجوا في تشييع جثمان الشهيد أبو عبيد، حيث انطلقت المسيرة وجابت شوارع المدينة التي عمها الحزن والألم والأسى والحداد على روح الشهيد أحمد أبو عبيد الذي ارتقى أمس برصاص جيش الاحتلال والذي حاصر بلدة برقين لأكثر من 4 أو 5 ساعات متتالية. يعني مدينة جنين تعيش منذ ساعات هذا اليوم حالة من الحزن والألم كما ذكرنا. الآن جثمان الشهيد متواجد في مسجد جنين الكبير حيث تؤدى صلاة الجنازة على طيب جثمان بالنسبة الشهيد لحالة الطرق مع صلاة الظهر. أحمد، بالنسبة لحالة الطرق في جنين، يعني هل هنالك انتشار لقوات الاحتلال، حواجز عسكرية، أم كيف هي الأوضاع؟ يعني مع ساعات فجر هذا اليوم أيضا قوات الاحتلال عادت واقتحمت كما أفادنا مواطنون، اقتحمت منطقة وادي برقين واعتقلت أحد الشبان من عائلة جرار وانسحبت من المكان. الطرق المؤدية إلى مدينة جنين حاليا سالكة ولا إعاقات عليها. نسمع في السماء صوت طائرة استطلاع إسرائيلية لا تفارق سماء جنين، لكن بين اللحظة والأخرى نتوقع اقتحام لقوات الاحتلال، لا سيما بأن بلدة برقين تعرضت لاقتحام مرتين في أقل من 24 ساعة. وهناك أيضا اعتقالات كان قد سبقه بساعات فقط قليلة اقتحام. نعم، كان قد سبقه أيضا اقتحام لبلدة الكفير
كان قد سبقه أيضا اقتحام لبلدة الكفير جنوب غرب جنوب مدينة جنين وتفتيش العديد من المنازل لعائلة إرشيد وتفجير أبوابها وكذلك الاعتداء على المواطنين من خلال الكلاب البوليسية. أحمد بالنسبة لصوت إطلاق النار ما هذا بالضبط الذي يجري؟ مواطنين من عائلة إرشيد. أحمد بالنسبة لصوت إطلاق النار ما هذا الذي يجري الآن؟ نعم يعني نسمع إطلاق النار من مقبرة شهداء جنين الشرقية حيث من المتوقع أن يوارى جثمان الشهيد الثرى وبالتالي حالة من الحزن والغضب تعم مدينة جنين بعد استشهاد أحمد أبو عبيد. إطلاق النار استمر منذ أمس يعني مع استشهاد الشهيد أحمد أبو عبيد وبالتالي المواطنون يتحضرون لتشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد هنا في المقبرة الشرقية في مدينة جنين بعد صلاة الظهر على الجنازة وعلى الجثمان. نعم. يعني كما ذكرت وكما سألت حالة الاعتقالات هنالك. نعم تفضل أحمد. نعم بالنسبة للاعتقالات التي سألتم عنها هناك كان في 4 اعتقالات في منطقة برقين أمس 2 منها نصب لهم كمين من الشبان وجرى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال إضافة إلى 2 من أبناء المواطن خالد عتيق الذي اقتحم جيش الاحتلال منزله في البلدة وحاصره لأكثر من 5 ساعات وهدم له حظيرة من الأغنام إضافة إلى أجزاء من بيته. ابقى معنا أحمد سنعود لمتابعة التغطية معك عند وصول الجثمان. نتحول الآن إلى غزة مع إسلام الزعنون. أهلا بك إسلام. بالنسبة للأحداث في قطاع غزة اليوم هنالك عودة للخطوط المغذية لقطاع غزة من الكهرباء من الجانب المصري، هنالك انفراجة ولو قليلة بالنسبة للكهرباء، ومجمل الأحداث لديكم في القطاع. تفضلي إسلام. في البداية أهلا بك وديع وبالمشاهدين والزملاء كافة في كل أماكن وجودهم في كل محافظات الوطن. جولة جديدة لمراسلون في الميدان استهلها من حيث تواجدي أنا الآن وسط مدينة غزة في ساحة أو في ميدان الساحة التي شهدت قبل قليل وقفة تضامنية أو وقفة لمساندة القدس وتنديدا بالقرارات الأمريكية الأخيرة بدءا بالقرار وإعلان إعلان ترامب المشؤوم مرورا بتقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وصولا بأيضا إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب. كل هذه القرارات الأمريكية الأخيرة يرفضها الشعب في قطاع غزة والمواطنون جملة وتفصيلة. أيضا هناك بالنسبة للكهرباء ووضع الكهرباء في قطاع غزة بعد المنخفض الذي كان هو الأطول منذ بداية الشتاء عادت الخطوط المصرية التي تعطلت لمدة 10 أيام وأيضا الخط من الجانب الإسرائيلي أيضا تم إعادته وأيضا عاد عمل مولد كهرباء داخل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وبالتالي عادت مجمل الطاقة التي فقدها قطاع غزة خلال الأيام يعني الآن إسلام. لكن لا زالت إسلام الآن المشكلة مشكلة الكهرباء الآن مشكلة الكهرباء يعني ممكن أن نقول بأنها أصبحت تصل بشكل جيد بالنسبة للمراكز الصحية والمستشفيات ولم تعد المشكلة كبيرة كما تم الإعلان عنها. نعم وديع بالنسبة للمراكز الصحية في قطاع غزة تم تزويدها بوقود من قبل حكومة الوفاق الوطني بمقدار 1,000,000 شيكل وبالتالي هذه الكمية تكفي المستشفيات لمدة 3 أشهر على الأقل ولكن هناك بعض من يقول أن بعض المراكز الصحية لا يوجد فيها أو ستتوقف مولداتها خلال الساعات القليلة وبالتالي لا نجزم ما هي المشكلة بالتحديد ولكن الواقع هو أن حكومة الوفاق الوطني أرسلت 1,000,000 شيكل لتغذية المولدات في كل مراكز الصحة في كل مراكز الصحة في كل محافظات قطاع غزة. أيضا بالنسبة للكهرباء بشكل عام لا زالت الكهرباء تراوح مكانها 4 ساعات وصل بالمقابل 12 ساعة قطع لكل محافظات قطاع غزة على ما يبدو أن شركة الكهرباء ستعلن الجدول الجديد المعمول به بعد عودة الخطوط لاحقا لتصبح ربما 6 ساعات وصل بالمقابل 12 ساعة قطع هذا على صعيد الكهرباء في
قطاع غزة. أما للحديث عن موضوع في سياق آخر، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وشبه اليومية على قطاع غزة، نتحدث عن أوسع مناورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة على طول 64 كيلومتر، تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الأربعاء، وهي الأوسع على الإطلاق. هناك تعزيزات عسكرية ضخمة بالنسبة للآليات العسكرية، وأيضا هناك استجلاب لوحدات الجيش الإسرائيلي على الحدود، وبالتالي كان هناك مضايقة لسكان المناطق المحاذية للحدود مع الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق نار بين الفينة والأخرى، سيما في مناطق الوسطى الشرقية لمناطق الوسطى المغازي والبريج، وأيضا منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تشهد إطلاق نار لصوب أراضي المزارعين بين الفينة والأخرى، عدا عن قنابل الإنارة التي تطلقها مدفعيات الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. التعزيزات ليس فقط من البر، أيضا من البحر كان هناك تعزيزات للزوارق البحرية العسكرية التي هي تتواجد في عرض بحر قطاع غزة من الشمال حتى الجنوب، وأيضا إطلاق نار شهد هذا الصباح مكثف للزوارق البحرية الإسرائيلية صوب واتجاه مراكب الصيادين. نعم وديع، شكرا لك يا إسلام الزعنون، كنت معنا من قطاع غزة. نتحول الآن مشاهدينا إلى القدس المحتلة، ومعنا من هناك دانا أبو شمسية. أهلا بك معنا دانا. يعني اليوم هنالك هدم لمدرسة تجمع أبو النوار شرق المدينة، هذه المدرسة التي تخدم عدد من الطلبة. صحيح، يعني استيقظ طلبة مدرسة أبو النوار الواقعة شرق العاصمة المحتلة والقريبة من بلدة العزرية على خبر هدم صفين وغرفتين دراسيتين تخدمان الصفين الثالث والرابع الأساسيين. تحوي هذه الغرف الصفية 26 طالب وطالبة أصبحوا في العراء كما نشاهد في الصورة، تلقوا دروسهم لهذا اليوم على ركام وعلى بقايا هذه المدرسة المهدومة، حيث شرعت قوات الاحتلال وبالتحديد ما تسمى الإدارة المدنية منذ فجر هذا اليوم بإحاطة هذا المكان وبمساندة طائرة مروحية حامت في فضاء العاصمة، وقامت ببدء هذا عملية الهدم دون سابق إنذار بحجة البناء دون ترخيص. قامت فجر هذا اليوم كما ذكرنا بمحاولة إبعاد كل الشبان وكل أهالي هذا التجمع البدوي الذين حاولوا التصدي لهذا المكان، وقاموا بمصادرة الهواتف الخلوية أيضا، وقامت بهدم هذه الغرف الصفية التي تخدم كما ذكرنا 26 طالب وطالبة، إلا أن مدرسة أبو النوار التي تحتوي 60 طالب وطالبة تخدم هذا التجمع البدوي ومن الصف الأول وحتى الصف الرابع الأساسي. الطلاب مؤكدين على وجودهم في هذا المكان، تلقوا دروسهم كما ذكرنا هنا وسط هتافات تندد بهذه الإجراءات التعسفية بحقهم والرامية إلى توسع استيطاني ضمن مخططات استيطانية تهدف إلى إخلاء وتهجير السكان الأصليين من أرضهم، وهنا نتحدث عن المخطط الاستيطاني الأكبر إيوان أكبر المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والجاثمة على أراضي أبناء شعبنا، نتحدث عن معالي أدوميم. هذه الغرفتين الصفيتين يعني هنالك أمر احترازي من ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، ولم يصدر بحقها أي حكم بعملية الهدم أو غير ذلك، إلا أن قوات الاحتلال ضربت بعض الحائط حتى قوانين المحكمة العليا الإسرائيلية وشرعت بهذا الهدم، متحججة بأنها غير مناسبة وغير ملائمة ولا تستوفي الشروط الآمنة، إلا أن بلدية العزرية قالت وأكدت في تقرير لها أن هذه المدرسة موافية لكافة الشروط لتلبية احتياجات الطلبة هناك. إجراءات الاحتلال مستمرة أيضا في منطقة قريبة وفي أبو ديش شرق العاصمة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من بلدة أبو ديش، كما واعتقلت مواطنين من بلدة حزمة أيضا شرق العاصمة المحتلة. دانا أبو شمسية، شكرا جزيلا لك، مراسلتنا في العاصمة المحتلة القدس. نتحول الآن مشاهدينا إلى الخليل، ومعنا من هناك مراسلنا ساري العواوي. أهلا بك معنا ساري، يعني مجمل الأحداث لديكم في الخليل، وأيضا هنالك وقفة تضامن مع الأسرى، اختارات بالهدم والعديد من الفعاليات، تفضل ساري.
يعني قبل الحديث بداية زميلي عن هذه الفعاليات والأحداث المدنية، أتحدث هنا حيث نحن نتواجد في شارع الشهداء المغلق، هذا المكان المغلق منذ سنوات والاحتلال يغلقه بعد عمليات أو ادعائه نشر عمليات الدس والطعن في هذه المنطقة، وحيث يمنع الأهالي على دخول هذه المنطقة، وبالتالي استطعنا الدخول قبل قليل بعد وقفة للتضامن مع الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال. وفي هذه اللحظات كما تشاهدون في هذه الصور هنا يقوم باحتجازنا واحتجاز الأطفال، قام باحتجاز أيضا الهيئة التدريسية في مدرسة قرطبة في شارع الشهداء المغلق. مجموعة من المستوطنين في هذه اللحظات يقومون بتصويرنا في هذا المكان بعد أن جيش الاحتلال أخذ هوياتنا، صادر بطاقاتنا الشخصية، دقق بها، وهو الآن هذا الجندي يطلب مرة أخرى البطاقات الشخصية لتدقيق البطاقات الشخصية لدينا في هذا المكان. ونحن قد سبق وأن كنا قد سلمناه البطاقات الشخصية وبطاقات الصحافة لنثبت بأننا صحفيين ونقوم بتغطية هذه الأحداث التي كانت هنا قبل قليل، لكن ربما هناك احتجاز آخر بعد أن قام بالسماح لأطفال مدرسة قرطبة، أطفال عودة شارع الشهداء المغلق بالخروج من شارع الشهداء المغلق، والهيئة التدريسية أيضا بعد احتجازهم لبعض الوقت بحجة تنظيم فعالية في هذا المكان، لكن هذه الفعالية كانت في روضة شارع الشهداء، روضة الصمود والتحدي، وبعد ذلك هي فعالية للتضامن مع الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال، وبعد ذلك خرج الأطفال برفقة أطفال مدرسة قرطبة ليخرجون بشارع الشهداء بانتهاء إلى حاجز الكونتينر المنصوب على مدخل شارع الشهداء، لكن جيش الاحتلال منعهم واحتجز الهيئة التدريسية وقام باحتجاز كل من قام بالوصول إلى هذا المكان. نحن كطواقم صحفية منذ ربما أكثر من عامان لم ندخل هذا المكان نتيجة منع الاحتلال لنا كباقي أهالي المحافظة وباقي أهالي المواطنين، حيث قام الاحتلال مؤخرا بوضع أرقام على بطاقات هويات المواطنين في هذا المكان، وهنا جندي يقوم بطلب وهنا أيضا زميلي اعتداء واضح من مستوطن حاقد في هذا المكان على نتمنى يعني كما هنا مستوطن قام أيضا بالاعتداء علي يا عوفر، وهو مستوطن حاقد معروف ب وقامت مستوطنة أخرى أيضا باعتداء على المصور، ويقومون بسحبنا من المنطقة وإجبارنا على الخروج بعد أن قام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على بعض الزملاء، وهنا جندي آخر يقوم بالتهديد بالمصور الحداد ويجبرون أيضا على المغادرة من هذا المكان. نحن كنا قبل قليل كما ذكرنا في فعالية سلمية في هذا المكان نعم مشاهدين كما نتابع بهذه الصورة الحية، قوات الاحتلال تعتدي على طاقم تلفزيون فلسطين في شارع الشهداء مباشرة على الهواء، يعني اعتداء من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. تفضل ساري. يعني الصورة ربما ليست واضحة، لكني أرى جيدا اعتداء المستوطنين على بعض المواطنين وبعض الزملاء، صورة واضحة لاعتداء المستوطنين. هم يوحنا عوفر وهو أحد أكثر المستوطنين تطرفا في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وأيضا المتطرفة عنات كوهين وهي أيضا من أكثر المستوطنين تطرفا الذين دوما يدعون إلى العنف والانتقام من العرب، ويقومون دوما بالاعتداء على المواطنين وعلى الصحفيين ويمنعون من الوصول إلى هذه المناطق، وبالتالي كما تشاهدون هي تقوم بالاعتداء على أحد الزملاء الصحفيين في هذا المكان. هذه المستوطنة معروفة بحقدها على العرب، وهي تقوم بتعليم المستوطنين في أحد المدارس في البلدة القديمة على الحقد والعنصرية ضد العرب والدين الإسلامي، ولها العديد من الانتهاكات والاعتداءات علينا سابقا وعلى المواطنين وعلى أهالي شارع الشهداء وأهالي تل رميدة، هذه المناطق المغلقة بقرارات عسكرية حيث تعاني الويلات نتيجة اعتداءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. نعم ساري العويوي، يعني كنا نتابع معكم مشاهدينا بهذه الصور الحية والمباشرة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على الأطقم الصحفية وطاقم تلفزيون فلسطين، هذه الصور الحية والمباشرة من شارع الشهداء في مدينة الخليل، هذا الشارع المغلق بقرارات عسكرية نتيجة لاستهدافه بالاستيطان ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه،
وأيضا يعني كما نشاهد في هذه الصور الحية جنود الاحتلال يقتادون مراسل تلفزيون فلسطين ساري العويوي ويبعدونه عن المنطقة هو والطاقم الصحفي. ساري نعم على لك. الخروج من شارع الشهداء. نعم. يعني هم يقومون بدفعنا بالقوة لإجبارنا على الخروج من شارع الشهداء هذا الشارع. وصلنا نهاية هذا الشارع حيث حاجز الكونتينر الذي أيضا أعدم الاحتلال عليه من الشان بدعوة طعن ودهس في هذا المكان. وكما تشاهدون تعزيزات إسرائيلية وصلت إلى هذا المكان يعني مجموعة من الجنود يقومون بدفعنا بالقوة لإجبارنا على الرحيل والخروج عبر الحاجز الاحتلالي المنصوب في هذا المكان. أيضا بوجود المستوطنين الأكثر حقدا في البلدة القديمة في الخليل يوحنا عوفر يوحنا وعنات كوهين في هذه المناطق. وهم أوصلونا إلى الحاجز العسكري ويطلبون منا الخروج من هذا الحاجز إلى منطقة باب الزاوية حيث هذه المناطق التي دوما تشهد مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال. وصلنا زميلي إلى البوابة الإلكترونية ونخرج الآن عبر هذه البوابة إلى خارج شارع الشهداء المغلق. نعم ساري العويوي كنت معنا مباشرة من الخليل وبالتحديد من وسط شارع الشهداء. أولا نتمنى لكم السلامة وشكرا لك على هذه الصورة الحية والواقعية في مدينة الخليل لما يتعرض له المواطن الفلسطيني من هذا الانتهاك من قطعان المستوطنين في الخليل. شكرا لك. نتحول الآن مشاهدينا إلى طوباس ومعنا من هناك أمير شاهين. أهلا بك معنا أمير. اليوم لديكم فعالية زراعة أراضي مهددة بالاستيطان ضمن حملة هنا باقون في الأغوار الشمالية. تفضل أمير. نعم يعني اليوم من محافظة طوباس والأغوار الشمالية سنتحدث عن الحملة الشعبية التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان واتحاد جمعيات المزارعين بدعم وتمويل من الجمعية العربية لحماية الطبيعة. هذه الحملة أو تحمل شعار هنا باقون وبذور الصمود. هذه الحملة تستهدف المناطق والأراضي المهددة بالاستيطان والمصادرة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال حيث متواجدون نحن الآن في منطقة الأغوار الشمالية وبالتحديد في منطقة البقاعة الشرقية حيث هذه المنطقة يعني تسيطر عليها سلطات الاحتلال. يعني كما تشاهدون الآن عبر الكاميرا أبناء شعبنا وأصحاب الأراضي يقومون بحراسة مئات الدنومات من هذه الأراضي أو من هذا السهل وزراعتها بمحصول الشعير لحمايتها من غول الاستيطان والمستوطنين. يعني لو تحدثنا عن أهمية هذا السهل وهذا المكان المتواجدون نحن فيه حاليا. هذا المكان يقع بين مستوطنتي رعي وبقعوت. هذه مستوطنات زراعية بل من كبرى المستوطنات الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية. كما تشاهدون عبر الكاميرا هذه البيوت البلاستيكية هي خارج سياج المستوطنة وهناك توسعات على حساب الوجود الفلسطيني وعلى حساب الأراضي أراضي المواطنين. أيضا يعني إسرائيل تطبق كافة السياسات العنصرية في هذه المنطقة بحق أصحاب الأراضي وبحق التجمعات السكانية القريبة من هذا المكان. أهم السياسات العنصرية هي السيطرة على جميع مصادر المياه وتحرم أبناء شعبنا من استغلال أراضيهم وزراعتهم بزراعات يعني بمحاصيل مروية. لذلك أبناء شعبنا يقومون بزراعتها بمحاصيل بعلية. يعني حملة هنا باقون أطلقت قبل أيام من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان واتحاد جمعيات المزارعين وبدعم وتمويل من الجمعية العربية لحماية الطبيعة في قرية العقبة. هذه الحملة ستستهدف أكثر من قرية وبلدة فلسطينية 35 موقعا من بلدة وقرية ستستهدفها هذه الحملة بهدف حماية الأراضي من غول الاستيطان والمستوطنين. يعني دعني زميلي وديع أن نتحدث عن خربة الحديدية بصفتنا متواجدون بالقرب منها. يعني على مدار يومين تقوم سلطات الاحتلال باقتحام هذه الخربة ومداهمة الخيام وتفتيش
وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقال رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية عبد الرحيم إبشارات، ثم أفرج عنه، ولكن تم اعتقال 3 من أبنائه. لغاية هذه اللحظة هم معتقلون لدى سلطات الاحتلال بحجج واهية، وهي البحث عن سلاح. ولكن كما أكد لنا رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية عبد الرحيم إبشارات أن هذا الخربة لا يوجد فيها سلاح، بل أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال ذلك هو شد الخناق على أبناء شعبنا في هذه المناطق الاستراتيجية والهامة بهدف ترحيلهم منها وتهجيرهم قسريا. نعم مير شاهين، كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن مشاهدينا إلى ريحة، ومعنا من هناك مراسلتنا وطن بلاص. أهلا بك معنا وطن، أبرز الفعاليات لديكم في محافظة ريحة لهذا اليوم. نعم، بداية أهلا بك وديع، وأهلا بكافة مشاهدين تلفزيون فلسطين. يعني لقد بدأ قطعان المستوطنين بتحديد معالم أراضي في قرية دير حجلة والزور، وذلك تمهيدا لتجريفها، وقد بدأوا فعليا بعمليات التجريف، وذلك بعد أن أصدرت قوات الاحتلال قرارا يقضي بمصادرة نحو 600 دونم من هذه الأراضي، يطبع 52 دونم منها لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. جزء كبير من هذه الأراضي تعود ملكيته للمواطن إبراهيم العاصي الذي يزرع أرضه ويفلحها منذ أكثر من 45 عاما. لو تحدثنا أيضا عن الأراضي الوقفية بشكل عام في محافظة أريحة والأغوار، فهناك أكثر من 40,000 دونم منها يخضع لسيطرة الاحتلال، وذلك عدا عن سلسلة من الإجراءات التي يفرضها الاحتلال على الوزارة كمنعهم من الاستثمار والزراعة في هذه الأراضي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد منذر أبو الفيلات، وهو مدير عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة أريحة والأغوار. أهلا بك معنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة صباحا تفاجأنا بوجود قطعان المستوطنين تساندهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، يأتون إلى هذه المنطقة ومعهم جرافات وسيارات لنقل الدمل وما يخرج منها من أتربة. قاموا بشق طريق حوالي كيلومتر من أراضي المواطنين للوصول إلى بداية الأراضي المزروعة بالنخل، والتي هي مؤجرة للمواطنين من قبل الأوقاف. قاموا بهذه الخطوة من أجل تجريف الأشجار، أشجار النخيل والبيوت البلاستيكية الموجودة في هذا الموقع. طبعا هم استغلوا في هذه الناحية وجود كون يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية عند المؤسسات الفلسطينية، وكون جميع المواطنين منشغلين بالتوجه إلى صلاة الجمعة في ذلك اليوم، إلا أن المواطنين وحرصهم على هذه الأرض وعلى هذا التراب وتجذرهم تجذر القديم منذ القدم لم يتركوا هذه الأرض، إلا أنهم توجهوا إلى الأرض وواجهوا قوات الاحتلال والجرافات الموجودة بأجسادهم ومنعوهم من إكمال هذا الدور الذين يقومون به من أجل السيطرة على هذه الأرض وتجريفها وضمها إليهم. نعم، دوركم كوزارة الأوقاف وإجراءات التي اتخذتموها في ما يخص هذا الموضوع؟ هناك مخاطبات على نظام عالي لمجلس الوزراء، وكذلك سماحة وزير الأوقاف يقوم بنفسه بمتابعة هذه الأمور وقسم الأملاك الوقفية، وكذلك الشؤون المدنية الفلسطينية، وكذلك الارتباط العسكري الفلسطيني، وهناك أيضا الجهات الحقوقية كلها تتابع هذا الأمر من أجل إزالة هذا الاعتداء الذي اعتاد عليه الاحتلال منذ العام 1967، علما بأن هذه الأراضي هي أراضي وقفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 67. المواطنون يزرعون هذه الأراضي، إلا أنهم يتفاجؤوا بهؤلاء المستوطنين يعربدون على هذه الأرض ويحاولون ضم هذه الأرض بحجة أنه لا توجد أوراق. جميع الأراضي يوجد لها أوراق، هي أوراق لها كواشين رسمية، وهناك أي فلسطيني يوجد له أرض في هذا المكان إذا لم يستطيع الحصول على الكوشان، توجد هناك في تركيا في الجهات العثمانية في السابق، يوجد كواشين لهذه الأراضي التي تدل على أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، أرض إسلامية، لا يوجد فيها ولا أي شبر ولو صغير للاحتلال ولا لقطعان المستوطنين المتواجدين في الموقع. نعم، السيد منذر أبو الفيلات مدير عام وزارة الأوقاف في محافظة أريحة، شكرا. حياكم الله.
إذن وديع، هي سياسة الاحتلال المعتادة والتي تهدف إلى إفراغ الأرض من ساكنيها، لكن المواطنون يقابلون ذلك بالصمود والتحدي والبقاء على أرضهم من أجل إثبات أن هذه الأرض فلسطينية، يعني وذلك جاء بعد قرار سلطات الاحتلال بمصادرة نحو 600 دونم من أراضي قرية دير حجلة والزور. جزء من هذه الأراضي يطبع لوزارة الأوقاف الفلسطينية. شكرا لك وطن بلاص، وشكرا أيضا موصول لضيفك الكريم. نتحول الآن مشاهدينا إلى نابلس، ومعنا من هناك وعود الإمسامي. أهلا بك معنا وعود. يعني هنالك توسع لبؤرة حفاد قلعاد القائمة المقامة على أراضي المواطنين ومحاولة شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل أقوم بإعداد تقرير حول التوسعة الاستيطانية التي تتم في بؤرة حفاد قلعاد الجاثمة على أراضي المواطنين غرب مدينة نابلس، حيث يجري المستوطنون وقوات الاحتلال أعمال توسعة وشقل الطرق في هذه البؤرة الاستيطانية التي تجثم تحديدا على أراضي المواطنين في قرية تل وصرة وجيت ويعني فرعة وكذلك عصيرة القبلية. هذه البؤرة الاستيطانية كانت قد أنشئت في العام 2002 بحجة مقتل أحد المستوطنين، قادة المستوطنين في ذلك الوقت، وهي الآن تتم يعني وبالتزامن مع تصريحات وتحريض من قبل قادة في حكومة الاحتلال التي تنادي بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية. نعم، سنعود لك، ولكن مضطرين أن ننتقل الآن إلى جنين ونتابع هذه الصور الحية المباشرة عبر مراسلنا أحمد نزال. أحمد، يعني بالنسبة لهذه المسيرة ووصول جثمان الشهيد، ما الذي جرى الآن؟ نعم، الآن وفي هذه اللحظات وصل جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد إلى مقبرة الشهداء هنا في الحارة الشرقية. آلاف المواطنين يحملون الشهيد على الكف ويشاركون في المسيرة الجماهيرية التي انطلقت قبل لحظات من داخل مسجد جنين الكبير. المواطنون الآن يشيعون جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد 18 عاما، والذي كان قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال أمس في المواجهات التي اندلعت في بلدة برقين التي حاصرتها قوات الاحتلال لأكثر من 5 ساعات. المواطنون يهتفون ويكبرون ويندّدون بجرائم الاحتلال بحق شعبنا. الآن تسمعون هذه زخات الرصاص أيضا المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. آلاف المواطنين كما نؤكد هنا يشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الكبير بعد أداء صلاة الظهر على الجنازة والانطلاق هنا لمواراة الجثمان الثرى في مقبرة جنين الشرقية مقبرة الشهداء. كانت جنين أيضا قد شهدت حدادا وإضرابا هذا اليوم على روح الشهيد، وحزنا وألما على فراق الشهيد أحمد أبو عبيد. هذا اليوم تسمعون وتشاهدون الصورة التي هي تعبر أغنى من الكلمات. الآن يوارى جثمان الشهيد الثرى ويحمل على الأكوف لوصولا إلى القبر الذي تم تحضيره، وبالتالي الهتافات التي تطلق منددة بجرائم الاحتلال ومنددة باعتداءات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا، لا سيما مدينة جنين التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات مستمرة بحق المدينة، كان آخرها فجر هذا اليوم لمنطقة وادي برقين حيث اعتقلت قوات الاحتلال أحد المواطنين من عائلة جرار أيضا. يعني نشاهد هذه الصور والتي تأتيكم مباشرة من هنا من مقبرة الشهداء في الحارة الشرقية لمدينة جنين. آلاف المواطنين من شتى أرجاء المحافظة ومن المحافظات الأخرى حضروا هنا للمشاركة في هذا العرس الجماهيري في تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد 18 عاما، والذي ارتقى أمس برصاص قوات الاحتلال بعد إصابته برصاص حي في الرأس. نقل إلى مشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان، بعد ذلك إلى المشفى الرازي، ومن ثم أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. حالة من الحزن والألم والأسى كما ذكرنا عمت مدينة جنين، إضافة إلى أن مكبرات الصوت صباحا كانت قد نعت الشهيد ودعت إلى الحداد لهذا اليوم على روح الشهيد وأرواح شهداء فلسطين. وبالتالي هذا المشهد يعني نلاحظه ونشاهده، والحزن والتكبيرات سمعناها جميعا هنا كان قد أطلقها المواطنون تنديدا بجرائم الاحتلال. الآن وفي هذه اللحظات نبقى وإياكم مع هذه الصور التي تأتيكم من مقبرة شهداء جنين الحارة الشرقية لمواراة جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد الثرى. التكبيرات نسمعها جميعا
منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. نعم أحمد، إذا ما تمكننا من الالتقاء بأحد المواطنين والأشخاص، إذا ما تمكننا من الالتقاء بأحد المواطنين أو الأشخاص هنا، سنحاول الحديث عن إجراءات الاحتلال القمعية بحق أبناء شعبنا للاستطلاع عن آراء المواطنين وآراء ما يجري هنا في مدينة جنين وما جرى في خلال الفترة الأخيرة من هدم منازل واعتداءات لقوات الاحتلال على المواطنين. قبل حوالي شهر تقريبا هدمت قوات الاحتلال 4 منازل، 3 منها بشكل كامل ومنزل رابع بشكل جزئي لعائلة جرار، وبحثا عن من تدعي قوات الاحتلال أنه مطلوب لديها وهو الشاب أحمد نصر جرار، حيث كان قد ارتقى أيضا ابن عمه الشاب أحمد إسماعيل جرار شهيدا برصاص الاحتلال. نعم، شكرا لك أحمد نزال، كنت معنا من جنين، وهذه الصور المباشرة من مقبرة الشهداء في الحارة الشرقية في مدينة جنين، وتشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد لمثواه الأخير بعد أن ارتقى برصاص الاحتلال مساء يوم أمس. وبالعودة الآن إلى نابلس، إلى وعود كنا نتحدث عن توسعة بؤرة حفاد جلعاد لديكم في منطقة نابلس وأيضا الفعاليات. نعم بالفعل، في بؤرة حفاد جلعاد الاستيطانية حيث تجري أعمال توسعة يجريها المستوطنون وجيش الاحتلال على حساب أراضي المواطنين في قرى تل وصرة وكذلك إمتين وفرعة وعصيرة القبلية. هذه البؤرة الاستيطانية كما ذكرت كانت قد أنشئت في العام 2002 في أعقاب مقتل أحد قادة المستوطنين في ذلك الوقت، والآن وبحجة عملية إطلاق النار التي وقعت قبل نحو شهر على طريق إطهار قرب مفرق صرة وجيد، بدأت أعمال التوسعة الاستيطانية بازدياد في هذه البؤرة بالتزامن مع تصريحات قادة في حكومة الاحتلال تنادي شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين. للحديث أكثر حول هذه البؤرة الاستيطانية وما تسببه من معاناة كبيرة لمئات المواطنين في هذه القرى، أرحب بضيف محمد الترابي رئيس مجلس قرية صرة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، أهلا وسهلا. نعم، يعني نتحدث عن توسعة في هذه البؤرة الاستيطانية وهي توسعة ممنهجة ومدروسة من قبل جيش الاحتلال، كما نلاحظ هنالك ربط ما بين المنطقة الصناعية التي تم بنائها على أراضي قرية طوسين ومستوطنة أو بؤرة حفاد جلعاد أيضا. نعم صحيح، كما أسلفتي لاحظي أنه في تمدد من المنطقة الصناعية في أراضي طوسين تمتد لقدوميم وللبؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد، وتحتيها في المستعمرة اللي فيها الكلية الزراعية، هي عبارة عن هلال استيطاني متواصل، يعني بيحلموا انهم يتوصلوا مع بعض. هذا يعني بالنسبة للمستوطنات اللي عم بتصير عندنا هون، هذه بؤرة استيطانية هي ممنهجة ومرتب لها، وهي في تطور ونمو مستمر. يعني قبل 5 سنوات كان اللي ينظر للمنطقة زي ما احنا شايفين من هون كان ما يلاحظ اي وجود لاي مباني، ولكن حديثا من 5 سنوات وجاي بلشت المباني تظهر على المنطقة المرتفعة واللي كانوا في المنطقة المواجهة لمستعمرات كدومين. فالآن مع التوسع الجديد بعد مقتل المستوطن والمنطقة اللي نزلوا لها جديد هذه تحت، الآن أصبحت جميع الأراضي اللي في المنطقة هون مهددة بالمصادرة، وغير كمان المواطن أصبح ما فيش عنده أمان أنه يصل لقطعة الأرض تبعته أنه يفلحها أو يزرعها أو لزيتوناته. عدا عن ذلك الشارع الرئيسي، الشارع الالتفافي، السيارات اللي بتعدي عليه من المواطنين ليسوا في مأمن. أنا من الناس اللي تعرضت لضرب حجر على الأزاز الأمامي وكانت تودي بحياتي. فالآن هذه المستوطنة هي بتشكل تهديد خطير للمواطنين وللمزارعين وللمرة من الشارع. نعم. يعني كما ذكرت أنت العديد من الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن تحديدا على طريق يتسهار، هم يعني صدعوا رؤوسنا بقضية مقتل المستوطن، لكن في الحقيقة هنالك الكثير من الإصابات والاعتداءات والشهداء أيضا الذين ارتقوا نتيجة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة، حدثنا عن هذه المعاناة. طبعا هذه سياسة إسرائيلية ممنهجية، عملية القتل والاجتياحات والعذابات للشعب الفلسطيني هو جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية. فالآن بالنسبة للمواطنين، يعني احنا في قرية صرة كتير صار اجتياحات للبلد في قبل مقتل المستوطن، وكذلك الاعتداء على مواطنين في قرية تل واعتقال بعض الآخرين. عدا عن ذلك حرمان المواطنين من السير على الشارع الالتفافي لفترة طويلة بحجة أنه مقتل المستوطن وفور الدم والمستوطنين، هذا عمل ممنهج ومدروس لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإبعاده عن أرضه.
وعشان هيك احنا لازم نهتم اكثر في موضوع الاراضي والمزارعين اللي يقدروا يصيروا اراضيهم، وبهيب بالجهات المسؤوله والمختصه من المؤسسات اهليه وحكوميه انه تبلش وتبادر في موضوع المقاومه لهذه البؤره الاستيطانيه، سواء كان من خلال المحافل الدوليه او بالقانون اللي هو رفع قضايا امام المحاكم لإنهاء هذا المستعمر. نعم، وفي إطار هذه التوسعة التي تم شق طريق سنشاهده في الصورة الآن يفصل بين قرية تل وفرعتا، صحيح؟ قرية تحدثنا عن هذا الشارع الذي تم شقه قبل أقل من شهر. الشارع الالتفافي. الشارع يربط ما بين فرعتا وما بين المستعمرة اللي موجودة هون، ستربطهم مع قدومين. الآن أصبحت الطريق واصل عندهم. نعم. يعني قريبة جدا رصير التواصل بين قدومين والمستوطنة هذه بدون ما يجوا على الالتفافي. نعم. راح يكون لهم طريق خاص من أراضي المواطنين. نعم سيد محمد ترابي. نعم. شكرا جزيلا لك. نشاهد أيضا يعني صمود المواطنين هنا، يتم بناء أهالي قرية عصيرة القبلية في هذه الأراضي التي هي قريبة من بؤرة حفاد جلعاد، في رسالة واضحة من المواطن الفلسطيني على صموده في أرضه وتشبثه في هذه الأرض رغما عن كل إجراءات الاستيطان والتهويد التي تحصل. شكرا لك وعود المسيمي، كنت معنا من نابلس، وشكرا أيضا موصول لضيفك الكريم. نعود الآن مشاهدينا إلى جنين ومع أحمد نزال. أحمد، بالنسبة لمواراة الشهيد الثرى وأيضا مجمل التطورات لديكم أحمد. نعم وديع، ما زالت الصورة واضحة، آلاف المواطنين ما زالوا يوارون جثمان الشهيد أبو أحمد أبو عبيد الثرى هنا في مقبرة شهداء جنين الشرقية، لكن هنالك يعني آلاف المواطنين تصدى حناجرهم بالهتافات المنددة، إضافة إلى الموقف الرسمي المندد هنا في مدينة جنين لجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وموقف آلاف المواطنين أيضا الموازي والمؤيد له. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الدكتور نور أبو الرب، أمين سر إقليم حركة فتح، لاستطلاع الآراء والاطلاع على ما جرى هنا في مدينة جنين وكيف يقرأ هذا المشهد. يعني أسعد الله أوقاتكم دكتور نور وعظم الله أجرنا وأجركم بروح الشهيد، يعني كيف تقرأ هذا المشهد أولا هنا في مدينة جنين مع تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد الثرى؟ أولا رحم الله شهدائنا، رحم الله الشهيد أحمد أبو عبيد، الشفاء لجرحانا جميعا والحرية لأسرانا. نعم هذه هي جنين، الاحتلال احتلال غاشم، احتلال هو الذي دخل إلى بيوتنا. أحمد كان يقاوم مثله مثل آلاف المواطنين الذين هبوا الليلة الماضية لنصرة برقين والشهداء والكفير. أحمد كان يقاوم بصدره العاري، لم يكن مسلحا، ولكن هذا الاحتلال احتلال غاشم، احتلال عنصري، أبى عند انسحابه إلا أن يخلف وراءه شهداء. هكذا كتب على شعبنا، نحن صابرون صامدون مقاومون على أرضنا، نحن مستمسكون بثوابتنا، لن يستطيعوا أن يهزوا من عزيمتنا، فإرادتنا إرادة قوية. هذه هي جنين، جنين القسام تحكي عن نفسها بآلاف الليلة الماضية، آلاف هبوا للمقاومة، هبوا لنصرة برقين وأهالي برقين، وهم الآن هبوا من كل القرى من المحافظة ومن المخيم لكي يشيعوا جثمان الشهيد الراحل أحمد أبو عبيد رحمه الله، وإن شاء الله تعالى يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. دكتور نور، قوات الاحتلال على مدار الفترة الماضية تقتحم مدينة جنين وشتى أرجاء المحافظة بشكل عام، مستخدمة الكلاب البوليسية في مهاجمة المستعرة، أيضا في مهاجمة المواطنين، إضافة إلى الاعتقالات والضرب وقتل الحياة في شتى أرجاء المدينة. يوازيها أيضا تصريحات لقادة الاحتلال والعدو بأن العملية مستمرة في مدينة جنين، وهذه التهديدات كيف تقرؤونها وكيف تلاحظون إجراءات الاحتلال، لا سيما مع وجود أيضا طيارة في هذه اللحظات تحوم في سماء جنين طائرة الاستطلاع؟ نعم، قبل عدة أيام شيعنا جثمان الشهيد الراحل أحمد إسماعيل جرار رحمه الله، ودمروا ثلاثة بيوت وخربوا دمروا البيوت على أثاثها دون حتى في إحدى البيوت أن يبلغوا ويشعروا وينذروا أهلها بإخلاء المنزل، بدأوا يدمرون بآلياتهم العسكرية. نعم كل ليلة كل ليلة يدخلون بالآليات العسكرية، وشعبنا يقاوم، شعبنا يقاوم بصدره العاري، شعب غير مسلح، شعب يقاوم
هذا الاحتلال منذ عام 67، وهذا الاحتلال في الضفة الغربية ينكل ويمارس أبشع أنواع الصور من الإجرامية التي يمارسها حتى يكسر إرادة هذا الشعب، ولكن هذا الشعب مقاوم وثابت وسيبقى يقاوم لأننا رفضنا في جنين الاحتلال وسنبقى نرفض هذا الاحتلال. نعم، أمين سر إقليم حركة فتح الدكتور نور أبو الرب، شكرا لكم على هذه المشاركة. نعم، تستمر هذا المشهد وتستمر هذه الصورة في تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو عبيد هنا ومواراة جثمانه الثرى. لنبقى وإياكم مشاهدين الكرام مع هذه الصور والتي تأتيكم من مقبرة شهداء الجيش شهداء جنين هنا الحارة الشرقية في مدينة جنين. لنبقى مع هذه الصور ومواراة جثمان الشهيد الثرى. شكرا لك. نعم. شكرا لك أحمد نزال، وشكرا أيضا موصول للدكتور نور الدين أبو الرب، كنت معنا من جنين. نتحول الآن مشاهدينا إلى إيهاب الضميري مراسلنا في طول كرم، أهلا بك معنا إيهاب. يعني اليوم هنالك عدد من المواضيع في محافظة طول كرم، هنالك تضييقات الحواجز العسكرية، اعتقالات، وأيضا زراعة أشجار مثمرة في قرية نزلة عيسى شمال طول كرم. مجمل هذه الأحداث في محافظة طول كرم لو تجملها لنا. نعم، تحية لك وديع وتحية للسادة المشاهدين. نحن متواجدون الآن في شارع نابلس بمدينة طول كرم، حيث يحدث خلفنا افتتاح فرع للبنك الوطني. قبل الحديث عن هذه وعن هذا الحفل، سنتحدث عن الفعالية الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وغرسها بالقرب من جدار الضم والتوسع في قرية نزلة عيسى إلى الشمال من طول كرم، حيث توجه المواطنون والمتطوعون من عديد المؤسسات وعلى رأسها الإغاثة الزراعية ومديرية زراعة طول كرم ووزارتي الإعلام والثقافة وفصائل العمل الوطني. جميعهم توجهوا إلى نزلة عيسى إلى الشمال من طول كرم، وهي القرية التي الاحتلال صادر ألاف الدنومات من أراضيها لصالح جدار الضم والتوسع، وأيضا في إحدى الأراضي التي تعود لمواطن من قرية نزلة عيسى تم غرس الأشجار، أشجار الزيتون، وأيضا تم سقاية هذه الأشجار والتأكيد على رسالة ثبات وصمود أبناء شعبنا في أرضهم. وبالنسبة لحالة الطرق وسلطات الاحتلال دائما وأبدا لا ترق لها. وحالة الطرق إيهاب كيف هي في طول كرم؟ نعم، بالفعل يعني هناك تشديدات كانت منذ الساعات الماضية خاصة على حاجز عناب إلى الشرق من طول كرم. هناك تدقيق في هويات المواطنين الشخصية، وهناك أيضا تفتيش لمركبات المواطنين وتضييقات خاصة في الطريق الواصل ما بين طول كرم ولابس والطريق الواصل ما بين طول كرم وقلقيلية. هذا الأمر منذ أيام ونحن نلاحظه بصورة وبوتيرة مرتفعة. أيضا الاقتحامات المتوالية لمنطقة الشعروية وتحديدا لمنطقة عتيل وعلار وصيدة كلها تتوالى بين الفينة والأخرى من قبل قوات الاحتلال. أخيرا وديع دعني أتحدث فقط عن هنا هذه الفعالية التي تظهر في خلفية الصورة. الفعالية تتعلق بافتتاح فرع جديد للبنك الوطني بمشاركة معالي وزير سلطة النقد وأيضا إدارة مجلس البنك الوطني، وهو بنك جديد يتم افتتاحه من أجل دفع جت الاقتصاد في محافظة طول كرم، وبالتالي هناك مشاركة ستكون من جميع المستويات في المحافظة في حفل الافتتاح. شكرا لك إيهاب الضميري، كنت معنا من طول كرم. وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة دائما وأبدا، بأمان الله ورعايته.